الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. صدارة هذا الشوط والمقدمة والشبله اللي قادت المجموعة حمد من يمعب خادم الرميفي من يقدم الشبله اللي انطلقت بالصدارة. رهف من الجانب الآخر مع المركز الثاني عتيج بالصرب الثاني من عتيج الفلاسي من يتابع انطلاقة رهف والقدوم في هذه اللحظات من مطيلة للشاهين بخلفان بن راشد. المزروعي يقدم انطلاقة مطيلة مع المركز الثالث. رابع التحديات الضبية المسري بالسالم بالعرطي الحميري نتابع المركز الخامس التحديات والاسم القادم بهذا الانطلاق المثير بغداد عمير بن سيف بن معضد المشغوني من يتابع انطلاقة بغداد اللي تسللت مع المركز الرابع. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام ارى انطلاقة جماهير خلفان بن علي بن خلوان الرفيسة يتابع انطلاقة جماهير مع المركز الخامس ومع المركز السادس. ارى التقدم في هذه اللحظات والتسلل نتابع الشاهينية لمحمد بن سعيد بن مروك الحميري من يتابع انطلاق الشاهينية مع المركز السادس. ارى شعار محمد بن راشد بالسم المنصوري يتقدم مع الوثبة مع المركز السابع. وثامنا من الجانب الاخر الشايبة لسعيد بن محمد بن حسن الثيمة العامري من يتابع انطلاقة الشايبة اللي تسللت بدورها وانطلقت بهذه اللحظات مع المركز الثامن. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع التقدم ايضا لرهب لعتيج بالصرب الثاني الفلاسي ومع المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات والتسلل من شرارة لمحمد بن سلطان بن مرخان. الاكتبي يتقدم ايضا مع انطلاقة شرارة وتحدياتها الجميلة على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام والنداء الاول الجولة الاولى مع العشر الاسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط مع تحديات الكبار وانطلاقات المتميزة على ارضية هذا الميدان في اول ظهور لهذا السن في بداية هذا الموسم. الصدارة والمقدمة وجماهير انطلقت بالصدارة قادة المجموعة خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة يتابع انطلاق الجماهير اللي انطلقت بالمقدمة مركز بو علي في هذا الانطلاق المثير. من قدم المختبر بصباح هذا اليوم يقدم جماهير وتحدياته الجميلة على المقدمة. نتابع المركز الثاني نتابع الشبلة لحمد بن يمعب الخادم الرميثي مع المركز الثاني ايضا تنطلق ايضا بهذا الاندفاع المثير. ونتابع المركز الثالث الضبية لمسري بالسالم بالعرطي الحمير ابو حمد ايضا يتابع انطلاقة الضبية مع المركز الثالث. ولكن القدوم للوثبة محمد بن راشد بالسم المنصوري من يتابع انطلاقة الوثبة مع المركز الرابع. خامس التحدي من الجانب الاخر الشايب لسعيد بن محمد الحسن بثيمة العامري متابعا لانطلاقة الشايبة بشعار قلب الاسد يتسلل ايضا مع المركز الخامس ومع المركز السادس. مطيلة شاهين بخلفان بن راشد المزروعي يتابع انطلاقة مطيلة مع المركز السادس. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام القدوم من بغداد لعمير بن سيف بن معضد المشغوني ومع المركز الثامن انطلاقة الشاهينية لمحمد بن سعيد بن مروك الحميري. تاسعا من الجانب الآخر الاسم القادم في هذه اللحظات والتسلل من رسالة لمانع بريمعة بالخميس الغويص السويدي ومع المركز العاشر. تحديات نشوة لسيب بن هزيم بن محمد المسافري. هذه نتيجتنا وندان الثاني أكملناه للعشر المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق المثير. ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية وأرى هناك التغيير ولكن ما زالت على الصدارة جماهير مع المقدمة مع الصدارة. الجماهير يتابع انطلاق الجماهير بهذا الانطلاق المثير. خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة يتابع انطلاق الجماهير ينطلق أيضا بهذا
هذا التحدي المثير في صباح هذا اليوم مع الظهور الأول لهذا السن مع بداية هذا الموسم والانطلاقات المتميزة على أرضية ميدان المرموم. نتابع المركز الثاني، نتابع الشبلة حمد بن يمعة بن خادم الرميثي، ولكن نتابع شعار بالسم يتسلل مع الوثبة، مع الوثبة اللي وثبت مع المركز الثاني محمد بن راشد بالسم المنصوري، والتقدم الرسالة لمانع بن يمعة الغويص السويدي مع المركز الرابع. خامس التحديات الضبية مسري بن سالم بالعرطي الحميري يتابع، يتابع انطلاقة الضبية، وصلت الشاهينية مع المركز السادس بالشعار أيضا محمد بن سعيد بن مبروك الحميري. والأسامي القادمة، التحديات القادمة، رهني نشوة لسيب بن هزيم المسافري أيضا، وجبارة من الجانب الآخر، جبارة تتسلل لقطامي بن محمد بن ثاني السويدي بأول، بأول ندى تتسلل مع المركز السابع. ولكن لنا عودة مع الصدارة مع بداية هذا الشوط مع التحديات الجميلة والانطلاقات الرائعة. صبدت الأوامر وما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المثير والتجمع الواضح على المقدمة ورسالة قادة المجموعة. مانع بن يمعة بخميس الغويص ينطلق مع رسالة، يتابع رسالة، ولكن أرى الأسامي القادمة هذا التحدي جبارة قطامي بن محمد بن ثاني السويدي وجماهير من الجانب الآخر. خلفان بن علي بن خلفان الرفيس، نتابع الوثبة لمحمد بن راشد بالسم المنصوري، ولكن الصدارة والمقدمة واللحظات الأخيرة رسالة جبارة تتسلل، جبارة تتسلل تنتزع الصدارة. سلام سلام ندشب السلام، تهانينا لمالك جبارة قطامي بن محمد بن قطامي السويدي المركز الثاني رسالة. مانع مريم على غويس المركز الثالث، الوثبة محمد بن راشد بسم المنصوري المركز الرابع، تاتي الشاهينية محمد بن سعيد بن مروك الحميري، ومع المركز الخامس الشبلة لحمد بن يمعة بن خادم الرميثي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الأسامي المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول جبارة إلى خط النهاية، تاتي بتوقيت زمني مقدار 8 دقائق 10 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لقطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، سلام من الدشبة سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته جبارة. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني رسالة تأتي بتوقيت زمني مقدار 8 دقائق 10 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمانع بن يمعة بخميس الغويص السويدي، ومع المركز الثالث تأتي الوثبة بالشعار محمد بن راشد بالسم المنصوري 8 دقائق 11 ثانية 90 من الثانية توقيت الزمني. تهانينا للجميع والناموس. إذن مشاهدينا الكرام ينطلق سابع الأشواط في هذا الصباح المخصص للزمول المحليات.